يعني مثلا في السنة بيتعرض عليا 5 أفلام مثلا، فبوافق على واحد تمام بعمله، ما بيتعرضش. طب فدي ما نخليهم، أرزاق ربنا بقى. 3، يعني نعتذر عن 2 ونعمل 3. ما يعني بيبقى في حاجات، بصي ما احبش ان انا ابقى بعمل حاجة دون المستوى او حاجة مجهولة. احنا بنشوف كتير جدا تلاقي اعلانات نازلة على السوشيال ميديا، انتظروا فيلم مش عارف ايه، فتلاقي كل التعليقات مين دول، او تلاقي كل التعليقات ضحك اللي هو ايه ده، فليه اعمل كده في نفسي؟ طب ما اعمل حاجة كويسة. لازم تبقى مختار حاجات كويسة بس، ده كل موضوع. ما ينفعش تعمل اي حاجة. انا موافقة معاك طبعا جدا، انت عشان روحك روح فنان حقيقي، فانت مش عايز تهزر او تعمل حاجات مش مضمونة النجاح 100%. لكن على المقابل ما هو انت يعني احسن من مفيش، بمعنى يعني كانه بس كده، يا جماعه انا اهو انا موجود. ولا انت حابب لما تتواجد بشكل يليق بعظمه الفن اللي انت بتعمله؟ بصي انا مؤمن بحاجه، وهي ان لو ربنا رايد لي ان انا ابقى حاجه كبيره قوي، ابقى احمد عز زي ما انت قلتي، هبقى احمد عز ان شاء الله. تمام. لو ربنا شايف ان دلوقتي لا، يبقى اكيد ما انا ال4 افلام اللي ما نزلوش دول ممكن ال4 ينزلوا مره واحده. صح. فجاه نقله كبيره جدا في حياتي، فجاه صح. ارجع تاني بيتعرض عليا بال14 وال13 فيلم في السنه، ونقع. فدي ما فيهاش اللي هو انت اختار ما تختارش، ما انت في حاجات انت بتبص عليها وبناء عليها بتشوف انت ايه حياتك هتبقى ماشيه ازاي. طيب السينما يمكن طبعا هي الأهم وهي الأبقى، لكن برضو الدراما التلفزيونية. عملت مسلسل هضحكك. قولي. عملت مسلسل المخرج كبير جدا من المخرجين العباقرة يعني، نزل أنا ذات نفسي ما اتفرجتش عليه. يا دي النيلة. أنت متخيلة؟ يا دي النيلة. فعملت مسلسل تاني في مصر كلها شغالة، مش بعيد كمان أنت كنت تكوني شغالة. قولي. فيه. قولي اسمه إيه بقالي. الإمام الغزالي. لا للاسف. اهلا وسهلا. بالظبط. لا يعني. ده كان اخر مسلسل تاريخي اتعمل في مصر. 2012. نزل برضه. فالرزاق بتاعت ربنا. ونعم بالله. ممكن تبقى عمل حاجه وحشه جدا وسبحان الله تبقى نجم النجوم. او ما تبقى مش في دماغك ان سبحان الله. بالزبط. سبحان الله. طب انت ما بتسعاش بقى في الدراما ليه دلوقتي؟ يعني ليه ما وهي الدراما ما بتسعاش ورايا ليه؟ انت دماغي والله. لا بهزر طبعا. لا انت دماغي. بصي هو مش مساله، هو هقول لك على حاجه، هو هقول لك حاجه، انت كلامك فيه من الـ من الـ من الحقيقه الكثير، بمعنى ان انت مش مطلوب منك تدلل على نفسك او تسوق نفسك. يعني المطلوب ان انت لما تعمل عمل الناس تقول هاتولنا عمر، طب نشوف. لكن يا ابني بقى هو ده سيستم، وبقى يعني ناس كتير جدا بتروح كاستنج رحت على فكرة رحت كاستنجز.